تواصل الوفود الرسمية والشخصيات الروسية التوافد إلى مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو لتقديم التعازي بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد. وأكد المسؤولون الروس في هذه المناسبة على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربين عن تطلعاتهم لمزيد من التعاون والتطوير في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. أنا أود أن أنقل تعازي سفارة الكويت في روسيا الاتحادية إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي الشقيق بهذا المصاب الجلل. الحقيقة احنا فقدنا كما ذكرت قائد فذ كان له دور كبير في إدارة شؤون الإمارات العربية المتحدة، ونحن في الكويت نفتقد هذا النوعية من القادة، ونعتقد بأنه الإمارات قادرة والشيخ محمد بن زايد أعتقد أنه قادر على المضي قدما في هذه السياسة الحكيمة لدولة الإمارات العربية الشقيقة. نتقدم بأحر التعازي إلى شعب وحكومة الإمارات الشقيقة بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وكرمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنه يوم حزين، نقلنا رسالة خطية باسم مجلس الاتحاد الروسي وحر التعازي بوفاة الرئيس الثاني لدولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. تم إنجاز الكثير في العلاقات بين روسيا والإمارات خلال العقدين الماضيين، وذلك في إطار الصداقة والتعاون المتبادل بين بلدينا وشعبينا. نحن على ثقة بأن ما رسخه الشيخ خليفة في العلاقات سينمو ويتطور. نعرب عن تعازينا لأقارب الفقيد ولشعب ودولة الإمارات. شهدنا خلال العامين الماضيين تعاونا وثيقا بشأن محاربة الجائحة والوقاية من المرض، ونشاطا فعالا ومشتركا فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك. لدينا مشاريع تتعلق بالسياحة ومواقف مشتركة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية، ونحن نعول على تطوير التعاون المشترك في مجال الطب. أود الإشارة إلى أن تطورا كبيرا ومهما لحق بالإمارات في عهد الشيخ خليفة، ونتمنى مزيدا من التقدم والازدهار خلال الأعوام القادمة. أتقدم باسم قناة RT بخالص العزاء للشعب الإماراتي، نشاطره المشاعر ونتمنى له كل الخير في عهد الشيخ محمد بن زايد. العلاقات بين روسيا والإمارات في مستوى متقدم للغاية، نأمل بتطوير هذه العلاقات وبطبيعة الحال بين قناة RT والإعلام الإماراتي. الشيخ خليفة الجميع يفتقده، نحن الفلسطينيون، هو يحمل إرثا كبيرا من والده المرحوم الشيخ كبير الأمة في الإمارات، وبالتالي الفقيد يعني ترك كان له بصمات كبيرة في دعمه ومساندته لفلسطين وأهل فلسطين لفترة طويلة من الزمن.